الحب كله حبيته فيك، الحب كله. كيف حالكم يا شباب؟ اليوم هنتكلم عن شيء كلنا بنسويه، الصغير الكبير، الغني الفقير، البطل والشرير. صح انه النساء بتعبر عنه اكثر، لكن احنا برضو كرجال بنسويه، انا وانت وابويا وابوك. ايوه حتى ابوك بيسويه، بس انه ما بيجيب سيره، تلاقي كده صامت في نفسه، يعني كاتمه جواه. اليوم هنتكلم عن اللوف، المنامور، الحب. اقوم بس عشان الموضوع يعني دحين اجي خليك تقيل. هذه الحلقة برعاية راعينا بيتزا هت جدة، شكرا بيتزا هت جدة وشكرا لكم انتم متابعينا. اليوم وصلنا للحلقة الأخيرة من الموسم الأول من برنامج فرلوجيا. الحلقة هذه المفروض كانت تنزل قبل فترة، لكن عشان الأوضاع اللي كانت صايرة في فلسطين قررنا تضامنا معاهم إننا نأجلها إلى اليوم. نبدأ الحلقة. طبعا قبل ما نبدأ الحلقة أحب أوصل رسالة خفيفة للفتيات أو النساء اللي هيشوفوا معنا الحلقة هذه. يا عزيزتي، الرجال كلهم مفترسون والنبيل فيهم ذئب صبور. وصلت؟ هيا ركزي معايا يا عزيزتي، وانت كمان يا ذئب ركز. أثناء تجولي في محركات البحث اليومين هذه على الإنترنت بحثا عما يثير الدهشة ويدخل السرور إلى قلب المؤمن الحزين هذا، لقيت شيء غريب يا جماعة، غريب غريب جدا. ولما أقول لك غريب ما أقصد الرجال دي اللي بتلبس حلق وبتصبغ شعرها. أنا ما أدري أنت ليش بتلبس حلق وليش بتصبغ شعرك، تبى تصير عزيزتي يا ذئب؟ المهم مو هذا موضوعنا، موضوعنا إن أنا فعلا لقيت شيء غريب أثناء البحث. عارفين إيش لقيت يا جماعة؟ لقيت الحزن. إيوه لقيته، واكتشفت إنه إحنا العرب نحب الحزن بطريقة مبالغ فيها، نحبه. عندنا دموع حزن وعندنا دموع فرح، عندنا دموع ظاهرة، عندنا دموع داخلية. على قول الشاعر المصري الجميل مصطفى ناصر يقول لك أنا قلت الجملة 200 مرة بس أنت غريبة ونساية، الوزن الزايد مش سمنة دي دموع وبكتها الجواهر. بعيدا عن دموع مصطفى يا جماعة وعن وزنه الزايد، كلنا نعرف أنه المقامات الموسيقية عند العرب 8 مقامات. تخيل معايا لما نقول لك في 4 منها حزينة، 4 الصبا، وهذا أكثر مقام يعني مو حزن، هذا مقام مكتئب. وعندك النهاوند وعندك الكورت وعندك السيكا. السيكا يتموه، يدخلوا عليه بعض الإيقاعات فيديك مشاعر إضافية جنب مشاعر الحزن، فيبان انه مو حزين، لكن انت لو مسكت السيكا وعريته هيطلع معك حزين. عندك 3 مقامات محايده، منهم مثلا زي البيات وزي الحجاز، هذه مقامات محايده نقوم نسيبها في حالها ابدا، لا دخل عليها ايقاعات وخليها حزينه. ايش فيه؟ في المقابل مقام واحد يا جماعه اللي هو بيعبر عن الفرح والسعاده والسرور، العجم. بس يعني العجم يا جماعه داخل حرب خسرانه، تخيل العجم لوحده ضد 7 مقامات، 7 مقامات بيقولوا حزن حزن حزن، وهذا يقول فرح 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 وحزن حزن حزن. كويس انه العجم ده ما طلع له كويس. والمعلومه اللي دوب قلت لكم هي يا جماعه تبرر كميه الحزن الهائل في اللي كان يعرف بالعصر الذهبي للموسيقى والغناء اللي هو عصر ام كلثوم ورفاقها، كميه حزن مهوله. ليش؟ لانه كانت الاغاني في الفتره هذه تعتمد على موسيقى شرقيه بحته. بس حزن نهاية الثمانينات بداية التسعينات يا جماعة، الحداثة جابت معها الآلات الموسيقية وبدأت تخش مع الموسيقى العربية، وبدأ يصير في حاجة اسمها الإيقاع السريع أو ما يعرف بالبوب ميوزك. البوب ميوزك هذا له رواد كتير، نانسي عجرم، راغب علامة، وائل كفوري، عاصي الحلاني. نقوم نسكت احنا؟ لا، جبنا الإيقاع السريع هذا من المفترض انه يكون فرايحي ومدري ايه وجوه سعيد، وكتبنا عليه كلمات حزن. يعني عمرك شفت شباب عم يبكي؟ لا انت شفت؟ الأغاني العربية يا جماعة كلها إما فراق الوطن أو فراق الحبيب أو فراق الفراق نفسه، إيش فيه؟ ليش كده مفتخرين بالحزن؟ ليش بس بنكتب للحزن؟ في إيه؟ وبعد قليل من البحث حول الفي إيه اكتشفت سبب الحزن، اكتشفت العلة. السبب وراء كمية الحزن المهولة هذه هو الحب. نعم، إما إنك بتحب غلط أو بتتحب غلط، أو نفسك تنحب بس ما أنت عارف كيف، أو نفسك تحب بس ما أنت عارف مين، أو إنك بتحب واحدة تحب واحد يحب واحدة تحبك. في كمية حب دائرة في العالم ما في أحد قاعد ينظمها. في البداية وقبل أن نتكلم عن الحب خلينا نعرف إيش هو الحب. يعني لما نكون جيعان أعرف إني جيعان، لما نكون مصدع أعرف إني مصدع، بس كيف أعرف إني أحب؟ كيف يعني إيش الإحساس اللي يجيني يخليك تقول إنه أوه والله هذا حب؟ المهم أنا قعدت أدور يا جماعة إيش يعني الحب، إيش هو الحب، كيف الواحد يعرف إنه يحب. كل مين بيعرف الحب بطريقة مختلفة وغريبة بتيجي في باله. أنا أكتر شيء أو أكتر وصف ناسبني وقرب لي صورة الحب، وأعتقد أنه هيقرب لكم هذه الصورة أيضا، يقول لك الحب مثل قلبين أحدهما يملأ الآخر ثم يفرغ فيملأه الآخر. فالحب كده علاقة بين ال
فالحب شيء غامض، شيء غامض يا جماعة، ما حد يعرف كيف يشرحه لأحد، ما حد يعرف كيف يوصله لأحد، ما حد يعرف يتأكد إنه هو اللي عنده ده حب ولا هذا مغص في البطن ولا أنا تعشيت إيش أمس، فاهم كيف؟ شيء غريب، شيء غريب. طيب أنا يجيني سؤال مهم جدا، أنا كيف أعبر للشخص اللي قدامي إني أحبه إذا كنت أنا نفسي ماني عارف إيش هو الحب؟ فأنا كيف أقول لفلان إنه أنا أحبك؟ لو قال لي إيش يعني؟ ورط. لا يا ابني، قلنا لك الآيفون مو حب، سيب الآيفون، هاته لو ما تعرف أنت وديه هاته. حسب المحلل الفرنسي شابمان، هناك 5 طرق للتعبير عن الحب. كلامي، اللي هو انت تمسك الطرف اللي قدامك تقول والله انا احبك، والله انا اموت فيك. تعبير، كل ما تشوفه تعبر له عن حبك، كل ما تشوفه تعبر له والله انا احبك اقعد معك، والله انا اشتاق اليك. انا كلامي، هذه اول طريقه للتعبير عن الحب. الطريقه الثانيه افعال، افعال، وهذه اللي اغلب النساء بتطلبها من الرجال، اللي هو لا تقول لي اني انا احبك، اثبت لي، وريني. ايوه اوريكي كيف يعني، ماني فاهم. هذه الطريقه اللي اغلب الرجال ما يعرفوا يعبروا فيها عن حبهم، يقول لك افعال. ما عندنا في الافعال، احنا بتوع كلام يا مدام. الطريقة الثالثة هدايا، تتهادوا تتحابوا. خلاص يا طلع علي فون صح، روح وديه. الطريقة الرابعة يا جماعة قضاء الوقت، اللي هو انت تاخد وقتك وتكرسه لحبيبك، اللي هو انت كل ما تشوفه تديه وقت، كل ما تشوفه تديه وقت، كل ما تشوفه تديه وقت، الى ان يقلب ساعة. لا مرة بيضاء. ايش طبعا علاء بيضحك عشان احنا وصلنا للطريقة الخامسة يا جماعة. الطريقة الخامسة هي الملاطفة. بسرعة اللي بعده. وطبعا يا جماعة زي ما كلنا عارفين مراحل الحب 7: الهوى، الصبابة، الشغف، التكلف، العشق، النجوة، الهيام. لما توصل الهيام ضعت. طيب في مرحلة بعد الهيام؟ ايوه في مرحلة بعد الهيام، هذه المرحلة اللي صنفتها منظمة الصحة الدولية انه الحب في هذه الحالة يصير مرض نفسي، وصنفت هذا المرض النفسي في نفس الفئة حقت مدمنين المخدرات، مدمنين الكحول، مدمنين السرقة، وسمته F63.9. انت لو شفت الرمز هذا تعرف انه هذا معناه الحب حسب منظمة الصحة الدولية. والتاريخ مليان مليان عن ناس وصلوا لمرحلة ما بعد الهيام. عندك مثلا مجنون ليلى: امر على الديار ديار ليلى، اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. اصحى للكلام، الراجل ماشي يقبل الجدران تقول الايفون. وعندك برضو عنتر عبلة: ولقد ذكرتك والرماح واهل وبيض الهند تقطر من دمي. والله يا خطعنك، والله يا خطع. بيض الهند، بيض الهند تقطر من دمي. طبعا في حاجه متشابهه بين القصتين، انه الاثنين ما تزوجوا حبيباتهم، لا المجنون اتزوج ليلى ولا عنتر اتزوج عبلة. وطبعا عدم الزواج هذا ما حصل انه الطرف الاخر ما كان بيحبهم وما ادري، لا كان في معارضات من الاهل وما الى ذلك. لكن الحاله الثالثه اللي التاريخ بيذكرها واللي هي احنا نبى نندرج منها من هناك، حاله الملك جورج الخامس. يقول لك انه كان هذا الملك ساكن في قصر باكنغهام في انجلترا، وكان في واحده مصابه بمرض الهوس العشقي، وكانت هذه الوحده كل يوم تيجي عند باب القصر وتقعد لمده ساعات تطالع في الطاقه وتمشي. في يوم من الايام مسكوها سالوها انت ايش بتسوي، قالت انه الملك بيبادلني الحب. وطبعا الملك لا بيبادلها الحب ولا بيبادلها ولا اي شيء. قالوا انت كيف عرفت ان الملك بيبادلك الحب؟ كانت تحسب انه الملك بيبادلها الحب عن طريق تحريك الستاير. وهذه الحاله يا جماعه تعرف بمتلازمه دي كيلارامبو، نسبه الى الطبيب الفرنسي كيلارامبو اللي اول من تحدث عنها في سنه 1921. ايش الحاله هذه ببساطه؟ هي الحب من طرف واحد، والطرف الواحد هذا يقعد يعتقد انه الطرف الثاني بيحبه لكن بطريقه وشفرات سريه. زي مثلا في ناس تقعد تتفرج اخبار وتعتقد انه مذيعه الاخبار هذه تحبهم، تقعد تقول لهم شفرات سريه خلال هذه النشره ما حد يفهمها الا هو. او زي مثلا لما انت تروح تاخذ امر من المحكمه انه فلان يبعد عنك ويسيبك في حالك، فهو يفهم انه هذا الامر من المحكمه بالابتعاد تشجيع له على حبه لك بس بطريقه سريه. هذه يسموها متلازمه دي كيلارامبو. طيب كيف تحول الحب من شيء لطيف الى مرض؟ واصلا انت ليش بتقول عليه مرض اصلا؟ يفر الكلام ده اللي انت بتقوله، هذه حالات نادره وشاذه، ما في حالات دي كيلارامبو كثير. صح نادره لكنها موجوده، وعارف ايش كمان موجود؟ والعلم اثبته انه الحب يسبب امراض عضويه للانسان. وهذا مو كلامي، منذ عام 2005 والأطباء ماسكين ظاهرة الحب وحاطينها، وأبحاث ودراسات وأبحاث ودراسات، وتوصلوا للآتي: إنه الحب يسبب ارتفاع في تركز هرمون الإحياء في الدم، وإنه هذا زيادة التركز في الدم إيش بتسبب؟ بتسبب إرهاق لعضلة القلب مما يؤدي إلى توقف النبض ثم الوفاة. حب. أقارن العالم إيلاين فيتستاين الحب بحالات الإدمان، ودعمت هذه الدراسات والمقارنات دراسات أخرى ومشابهة أجريت في نفس الوقت في أمريكا وفي بريطانيا. نتج عن هذه الدراسات يقول لك إنه الشخص المتيم بشخص ما، لما تحط قدامه صورة حبيبه هذا اللي هو متيم فيه، الدماغ يفرز ويقوم ويوصل نفس الشعور لما المتعاطي يأخذ جرعة كوكايين، نفس الشعور متعاطي الكوكايين واللي يشوف صورة حبيبه. طيب ايش يصير لما تشيل صورة حبيبه من قدامه؟ يقول لك فجأة الدماغ يصير له شت داون، ينطفي، او حسب
بتعبيرهم كأنك صبيت على الدماغ موية باردة. شت داون. أما في ألمانيا وبالتحديد في جامعة تورينجن، الدكاترة جابوا مجموعة من النساء اللي كانوا دوبهم انفصلوا عن شركائهم العاطفيين، ولاحظوا إنه الفراق بيترك أثر كبير جدا في الدماغ ويحدث تغييرات في بؤرة الدماغ المركزية. إيش بؤرة الدماغ المركزية؟ هذه هي المنطقة في الدماغ المسؤولة عن المشاعر والأحاسيس. طبعا يجي في بالك السؤال البديهي جدا، هل النساء فقط هم بيعانوا من أثر الفراق ولا الرجال أيضا بيعانوا؟ هذا السؤال بالضبط هو اللي حاولت العالمة النمساوية النفسية كيرتي سينجر أن تجاوب عليه، وأجرت دراسة على 40 رجل و30 مرأة حول ناس عانوا من عذاب بسبب انهيار علاقاتهم العاطفية، وتوصلت كيرتي سينجر إلى أنه نعم الرجال أيضا تعاني من آثار الفراق مثل النساء، الاختلاف الوحيد فقط في التوقيت. تقول لك إنه النساء يعانوا من أثر الفراق قبل أن تنتهي العلاقة فعلياً، يعني المرأة تقعد تصبر عليك وتصبر عليك وتعاني وتتعذب مع إنه هي عارفة إنه العلاقة هذه هتنتهي، لكنها تقعد تحاول وتحاول وتحاول وتعاني وتخلص المعاناة بعدين تتركك. الرجل يبدأ يعاني بعد الترك. يعني لو في مرأة سابتك اعرف إنها صبرت عليك واستحملتك، بس أنت يا أخي كائن. ولا تحسبوا إن الدراسة هذه موجهة ضد الرجال، ولا تحسبوا إن إحنا الرجال سيئين. شوف المعلومة الجديدة اللي الدراسة أثمرت عنا، يقول لك إنه بعد حالات الفراق خلاص الفراق حصل وأمر ولازم نتعامل معه. طيب مين بيعبر عن مشاعره السلبية ولا السيئة بعد الفراق؟ تقول لك الدراسة إنه 30% من الرجال يعبروا عن العذاب اللي بيعانوا منه بعد الفراق، بينما 93% من النساء بيعبروا دايرين لك والله عورني والله جرحني والله سابني والله تركني، دايرين لك لكو ويشوه صورتك وسمعتك في المجتمع. لا أمزح، هم مو ثرثارات ولا إنه أنت كائن بليد إحساس. الدراسة ببساطة بتقول، الدراسة مو أنا، إن الرجال يعانوا أكثر من النساء لأنهم هم اللي تعوروا أكثر في هذه العلاقة، وهم اللي كان عندهم مشاعر أكثر وصادقة أكثر. 1-0. والمعلومة اللي قلت لك عليها هذه بتدعمها الدراسة اللي صارت في جامعة زيرا في ميلان في إيطاليا، حيث قاموا بسؤال أكثر من 1000 شخص أعمارهم تتراوح من 24 إلى 65 سنة، وسألوهم السؤال هذا، هل قد عانيت من أمراض بسبب الحب؟ ثلث الرجال قالوا نعم، بينما مرأة واحدة من كل 5 نساء قالت نعم. هذا دراسات إنه الرجال بتتعور في العلاقات العاطفية أكثر من النساء. للكاتب ديك الجن كلام لطيف شوية عن الحب، تعالوا نقوله. للكاتب ديك الجن مقال جميل جدا يا جماعة، بيوصف فيه الألام اللي بتصيب الشخص بعد الفراق وليش هي مؤلمة لهذه الدرجة. خلونا نقرأ المقال مع بعض. المسألة في الحب ليس فقط أنه يجعل الإنسان سعيدا، هذا تبسيط مضلل. الحقيقة أن الحب ينهي جميع أسئلة الإنسان حول نفسه، القلق بشأن المظهر، انعدام الثقة بالنفس، النظرة الدونية للذات، العلاقة المرتبكة مع الجسد إلى آخره. كل حفر الروح المؤلمة هذه يردمها الحب، يردمها ويجعل أرضية القلب خضراء وجاهزة لاستقبال أي سعادة. فترى العاشق يفرحه أي شيء، حتى لو كان هذا الشيء زقزقة عصافير أو لعب طفل صغير أو حتى الفراغ، يفرحه الفراغ. لذلك عندما تعبث بقلب أي إنسان أو إنسانة بدعوى الحب وتدخله الجنة الوهمية هذه ثم تخرجه منها، فالموضوع أكبر من حزن عابر، هو لا يكون حزينا فقط، هذا أيضا تبسيط مخل. ما يحدث حقيقة هو أن جميع حفر الروح المؤلمة هذه تعود لتظهر مرة أخرى مضخمة عشرات المرات. يعود قلقه ونظرته الدونية لنفسه وأسئلته التي تؤلمه، كل هذا يعود وبزخم أكبر. الحياة، كل الحياة تدور حول أن يحبك شخص واحد فقط، تكتفي به ويكتفي بك. لذلك إن لم تكن ترى في الشخص المقابل خيارا مناسبا ودائما، فلا داعي في الحقيقة للعبث في قلوب الناس. رفقا بالقوارير رجال ونساء. تعالوا نختم الحلقة. شكرا لكم، كده وصلنا لنهاية الحلقة ووصلنا لنهاية الموسم، وزي ما احنا متعودين في نهاية الحلقة هنعلن عن الفائز في المسابقتين اللي صارت في الحلقتين الماضية. الفائز في حلقة فرلوديا رقم 15 هو ألف 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 مبروك، والفائز في حلقة فرلوديا رقم 16 هو ألف 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 مبروك، والفائز بينهم بالجائزة النهائية في الموسم الأول هو ألف 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 مبروك. تستاهل كل خير وأنتوا تستاهلوا كل الشكر والتقدير. شكرا لكم على صبركم علينا، وشكرا راعينا بيتزا هت جدة. لا تحرمونا من دعمكم في الحلقة هذه بلايكات وكلام حلو، ونشوفكم في موسم جاي، وأدام الله علينا وعليكم النعم.